ينضم إلينا من لندن عبر سكايب الدكتور أحمد عجاج، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد. يعني هل بدأت مرحلة عض الأصابع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أم هذا التشدد هو للتسويق الداخلي لا أكثر ولا أقل؟ لا، ليس للتسويق الداخلي، هناك أزمة كبيرة. يعني أنت تدري أن رئيس الوزراء جونسون كان يقول ويشدد عندما كان يعني في ينتقد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي أنه لن يقبل أبدا بأن تكون هناك نقاط يعني بين بريطانيا وإيرلندا، لأنها دولة واحدة. لكنه وقع على اتفاقية الخروج وقبل بهذه الشروط، ثم نفاها وقال أنها لا توجد. الآن يقول أريد أن ألغيها، هو يريد أن يلغي البروتوكول الذي وقع عليه والذي بموجبه وقعت اتفاقية الخروج. الاتحاد الأوروبي يقول له إذا فعلت ذلك فنحن لن نقبل أبدا أن نتفاوض معك بهذه الطريقة. وبالطبع ستكون هناك تداعيات، الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضع هذا الخلاف أمام المحكمة الأوروبية التي يمكن أن تأخذ عقوبات يعني ضد بريطانيا في هذا الصدد يعني. نعم. لكن نعود إلى المسألة الآن، أنه لم تصل إلى النقطة التي لا رجعة بها. يقولون كثيرون يرون أن محاولة جونسون هذه هي محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي بأنه متشدد جدا وأنه مستعد أن يهدم البيت على رأسه وعلى رأس الاتحاد الأوروبي، وأنه لا بد من حل وسط. وهو برأيي أن هذا الحل الوسط هو الرضوخ للمطلب البريطاني بخصوص المعونات الحكومية، بمعنى أنه يمكن للحكومة أن تدعم الشركات، وهو يقول أن هذه المعونات لن تكون كبيرة جدا مما يهدد السوق الأوروبية، وكذلك بالنسبة للحدود مع إيرلندا الشمالية. نعم. إذا دكتور عجاج، وأمام هذا التشدد الكبير من جانب الحكومة البريطانية والمسؤولين البريطانيين والتصريحات التي وصفت بالتصريحات النارية، أيضا الموقف الأوروبي أيضا متشدد إلى نوع ما، هل يمكن القول بأن مسألة الخروج بلا اتفاق هي باتت الأقرب للحدوث، أم ربما مفاوضات اللحظة الأخيرة قد تضعنا أمام حلول ناجعة يقبل بها الطرفان؟ يعني إذا أخذنا المفاوضات السابقة وجدنا أن الذي رضخ في النهاية هو بريطانيا وليس الاتحاد الأوروبي. يعني لذلك أنا أعتقد، أنا برأيي الشخصي، أن بريطانيا لا يمكنها أن تزعج الاتحاد الأوروبي وتخرج كما تدعي، لأن لها قسم كبير من التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك يعني مستقبلها الأمني والسياسي وكل ذلك. هناك 40 سنة من التعامل مع الاتحاد الأوروبي، لذلك هم يحاولون أن يضغطوا لكي يأخذوا على تنازلات. لكن الاتحاد الأوروبي، وأنا متأكد من هذا القول، لن يقبل أبدا بأن يعطي بريطانيا يعني تنازلات تجعلها يعني في موضع يعني جيد جدا وتشجع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على الخروج. نعم. يعني هناك دول في الاتحاد الأوروبي تقول إذا خرجنا ونحصل على امتيازات مثل بريطانيا، فهذا شيء جيد لنا، وبهذه الطريقة يفرض حبل الاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون متماسكا وقويا، وأن الذي سيرضخ في النهاية هي بريطانيا، أو أنها تخرج بلا اتفاقية وستكون الأضرار كبيرة على بريطانيا وأقل منها على الاتحاد الأوروبي. نعم. لذلك دكتور أحمد سألتك، هل هي هذه التصريحات النارية للتسويق الداخلي لأنه يعلم أنها لا طريق أمامها للحصول؟ الآن ما هو مستقبل المملكة المتحدة في حال الخروج بلا اتفاق؟ ما هي الأضرار والفوائد التي ستستفيد منها إذا ذهب بوريس جونسون إلى هذا الخيار؟ يعني أصلاً يعني إذا خرج من الاتحاد الأوروبي ستكون الأضرار كبيرة جداً على يعني قضايا التجارة، وهناك قضايا في التعامل الأمني، وهناك قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية. لكن أنا لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى ذلك، لكن ستعود نغمة الانقسام في البرلمان البريطاني من جديد. هناك الآن نواب حتى من حزب المحافظين ومن حزب العمال يقولون أنه لا يمكن لرئيس الوزراء جونسون أن يتراجع عن اتفاق عقده، وهو اتفاق دولي، يعني من هناك معاهدة دولية بينه وبين الاتحاد الأوروبي وهي اتفاقية الخروج، وأنه إذا ما تراجع عن ذلك فإنه يضر بسمعة بريطانيا التي تريد أن تتاجر مع العالم وتقول نحن دولة نحترم القانون ونعقد اتفاقيات. ويقولون من
يقبل بعد اليوم أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا ثم تتراجع عنها عندما ترى أنها ليس من مصلحتها. لذلك الخلاف سيعود مجددا إلى البرلمان، وهنا ستكون سمعة رئيس الوزراء البريطاني. هناك اتهامات كثيرة له بأنه لا يملك الملفات بشكل جيد، وأنه يعني يتذبذب في مواقفه ويخضع للمتشددين، وبالتحديد إلى مستشاره دومينيك راب الذي يعني الجميع يتهمه بأنه هو مخطط هذه الاستراتيجية التي ستؤدي بالنهاية إلى تدمير البيت فوق رؤوس الجميع. نعم، ولكن ما الذي يطمح من وراءه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خلال هذا التشدد في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي؟ إلى أي درجة هو، إلى أي حد ذهب إلى في سياسة حافة الهاوية إنجاز التعبير؟ لأن الخروج بلا اتفاق لن يكون أبدا في مصلحة المملكة المتحدة. هو سيعطي تنازلات أكيد في قضية الصيد البحري، وسيعطي تنازلات في قضية المعونات الحكومية للتجارة وللشركات، ولكن ضمن يعني تنازل طفيف، لكنه لن يتنازل أبدا في مسألة يعني إيرلندا الشمالية، لأنها ستكون يعني بقعة سوداء في تاريخه. وهذه القضية، قضية إيرلندا الشمالية، في غاية الأهمية للاتحاد الأوروبي، بأنه لن يقبل أن تكون يعني إيرلندا الشمالية داخل أوروبا وتتاجر مع الاتحاد الأوروبي كأنها عضو في الاتحاد الأوروبي. لذلك لابد من الالتزام من الاتفاقية. هل ينجح جونسون في هذه المغامرة؟ أنا لا أعتقد، كما قلت سابقا، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدا بأن تحظى بريطانيا بامتيازات يعني تتجاوز الامتيازات التي يحصل عليها يعني دول الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يضرب أساس فكرة الاتحاد الأوروبي يعني بشكل خاص. لذلك ستكون هذه المفاوضات صعبة، وهناك كثير من الاتهامات، لكن في النهاية أحد الطرفين سيتنازل، وبالطبع ستكون بريطانيا. نعم، دكتور أحمد عجاج، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.